رضوان الله عليه على النبي صلى الله عليه وآله. لا بأس، ارفعوا أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. دخل عليه قال: يا رسول الله، روحي فداك. قال: بلى. قال: أنا أمس أقرأ القرآن ووصلت إلى هاي الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأنا هاي الآية شدتني، لفتت نظري، وأنا عندي أحسن أموالي مزرعة وبها حديقة ضخمة، وأريد أن أنفقها في سبيل الله. يا رسول الله، إذا أعطيتها هنا يعطيني الله بها دارا في الجنة؟ قال: بلى، وأنا أضمن لك ذلك. قال: يا رسول الله، ومعي أم الدحداح، زوجتي أم الدحداح وياي؟ قال: ومعك أم الدحداح. قال: ومعي أولاد؟ قال: ومعك أولادك. قال: بخ بخ، ذلك عطاء غير ضائع، أنا لذات الله عز وجل أشهدك أني وهبتها، تصدقت بها في سبيل الله. أما هذول النمط اللي عاشر رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي النفوس الكريمة، يعني بس ألفت نظرك، ترى مو كل من عاشر رسول الله هو استفاد من عنده. لا، مو لا، أنا ما عندنا نظرية بلاء أن كل من عاش ويا النبي هذا معناه صار مقدس. أكو ناس عاشوا وياه ويبيعون عرق. نعم، نصيب يعني، أرجوك، أنا هذا شنو أقدس عليه؟ شنو ما العلاقة؟ أنا صحيح ما لي ما ما يعني أكون مؤدب مهذب إجاء أحترم عشر النبي وأحترم الجماعة، لكنه من الغلط الإساءة، لأن مفروض عليه اسم الصحبة، ولما عليه اسم الصحبة أقيم تقييم فقط. أما أنا أنصرف بودي لوين؟ أنصرف بودي لمن أمرني الله بالانصراف إليهم. شو يقول الشاعر؟ يقول: وما عكفت بقرباني على صنم، وما عكفت بقرباني على صنم، أكرمت شعري لأهل البيت قربانا. تبارك الله، ما أشمى منازلكم، لكم زعامة دنيانا وأخرانا. الواقع المسألة إذن في واقع الأمر، أنا أكرم أو بالأحرى أقيم، يعني أكو جماعة عاشرة والنبي مثل دول. شلون عاشروا؟ عاشروا مثل الأرض الصالحة للزراعة. أنت شايف الأرض الطيبة لما ينزل عليها المطر تنبت، تعشوشب، تخضر، تخرج العطاء، تعطيك الثمر. والأرض الشبخة لا، إذا وقع عليها المطر تتحول إلى جلد، تكسر رجلين الناس. نبه الاستعداد، في واقع الأمر الاستعداد. فأنزل من السماء ماء فشالت أودية بقدرها. ولعله إن شاء الله يتسع لنا الوقت إلى شرح بعض هالجوانب. المهم، إذن في واقع الأمر أن دول من تقرأ، والله يعيد لك، يعني يعيد لك نفحات إيمانية عجيبة تملأ النفس، مثل هذا أبو طلحة ونظائر أبو طلحة من هالنمط هذا العالي. دول اللي اشتعدت نفوسهم إلى ذلك الإيمان، اشتعدت نفوسهم فاغترفت من الإيمان بقدر ما تتشع له.